مهر ده من حق الزوجه الله يفتح عليه ما يروحش حتى لاهلها لاهلها ولا هو ولا اهله ولا حد له دعوه. ده الرقبه هي اللي تحدد تعمل بيهم ايه بالظبط. هي حره، ده ذمه ماليه مستقله ملهاش دعوه بالبيت، ما تجيبش منهم كرسي. تمام، اذا حبت هي هو حره يا فندم وتزود عليهم. تمام، ده استناني بس بالراحه. كويس، هل يجوز للمراه ان تتنازل عن الصداق؟ الاجابه نعم، من حقها طبعا. طبعا جزء منه ده الاصل الاصيل، فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. ربنا بيخاطب الازواج على الارجح يعني، وقيل يخاطب الاباء كمان يعني ممكن البنت تدي مهرها لابوها، جزء من مهرها لابوها، لكن لا معلش بقرار انسى ابوها باختيار يعني ملكها. تمام، فممكن تتنازل عنه. في سؤال خطير جدا على فكره، هو ممكن عقد جواز في الشريعه الاسلاميه يتم صحيحا بدون مهر نهائي؟ الاجابه نعم، برضو باذنها. لا، مهر نسيوا يقولوه، ما جابوش سيرته. اه والله ده في نسبه اتخانق على مش على جرام الذهب، في نسبه اتخانق على شغل الذهب اللي في الشقه. عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو احنا اساسا يا فندم ضيفك له كتاب اسمه النكد اسبابه وعلاجه، ده مش تهريج. احنا اما لقناش حاجه نتخانق علشانها وننكد على المصنعيه، مش كفايه نصنع اسباب للنكد؟ فطبعا في كل حاجه تلاكيك موجوده يعني، بس خليني مع الاسلام شويه، نشم ريحته، ندرسه، يمكن يرجع.